السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا هلكري واه حقتا قرسون كسو دواد ور روحا خليغان اي دواي كميديين مدحوينها سومالان مدن موسى بيه عبدي ايا خطبة تاريخي اه كتشيدي مناسبة لغو حسايا سنة قولة سلطانات اي كسوري تي اساس كان لعكتا سومالان شلين ايو بانك دحي سومالان ايا داك لكا هذي تاريخ دا اسنم ايو ضدكا بيني تاريخ دودا محمد سعيد دهبشيل او اهني كوغوتا جسر برشدة سوماليات انا ملكي لاشركة دعاك اي دهبشيل ايا تاقير بوحده وقوشي مدحوينه موسى بيه عبدي ولا عادي إنه أود ديساس لجرب تاجي دونه سيد عمر لبعض وصلنا والله ها. كوميشة كدورة شوي كقرك سومالان أيالا صوت دقي خلاص عصب ولو قل دورة دورة شوي كصوص هذا. قط بدن أيالا كسب بدن داود أيالا كسب دواء هذا يقف فاصل. مدحوينها جمهورية سومالان مدن مصبيحة عبدي أيها خطبة تاريخية كتشيدي مراسبة لغو حساية سنة قولة دا سلطانات يكسو ريكتي أساس كالعكتها سومالان شيريني يوبان كتحي اي سومالان مراسبة دنو سيار سلالوغا سمايا هيد بيلا لغو هنيني هرمر كدقالي إيا مامل كمالي اي سومالان كقادي تاني مركي لأساسي شيرينك سومالان إتو خطبة تشيديني مدحوينها مصبيحة عبدي وحسي قطر دير واحد لي مهمة دا حسكا شهادة دا أوروكي دغلاق ودانيك سومالية دا أسنم وكو بيغني تطبيع طوانك أكتوبر وحوتي المعامي إن ماان تهالاقا جو أفرطان صنو تاني مركي شهادة سنة نفتو دا يوهريد حرية دي مدح بناني دا سومالان مدحوين بيحي وحكو عليي إن لا ليلوي كني حلقن كي نفورستي أي سميين تدكي شهادة دا أهي ودقالمي حرية دا دلقا إسوا عرما سيقا دينا وحويني مدحوين بيحي مانتا وحكم دن وقرن كحسيا تدوية توكي أكتوبر دقال كي وكل انتي لحي وكم دارها أساسي أشياسا حقا مواليتها ترد يرا هالكا الصادية الهوبة براوي همدي أي رحاية يو جيدة أي نفتوضة أخرين أي أنو مانتا كل اسمي قرن كا دن أي تاقل ee aynu u boweyno oo inuu wada waajiba inaan iyaga uga abaal celino in aynu xajino arrinkii ay u dhinteen oo ahaa qaran Soomaaliland oo adduunka ka mid ah oo madax banaan oo xurriyadiisii dhex kala soo wadad iyaga iyo koonaan kale taas u dhinteen taasan maanta la soo wabantii shahaadada nabaddu waxay leedahay laba cadaw هذا هو كتبت كاكا سودوريا ان عبتي تا كاكا ادي ذي هو مركاكا يلا حضرنا على ذا كاوين الامدونا او انشك نغير حكي الحديد كالابا وكالا وصو نحتورو اما ترو كحواتو ان احدين كابورا حارات لابد قديدو خلف القرية كرتو صدحت رايبه وقلي كراي إننا بدينا دحين على وهرر مذوات ونيمة قف عقل قابل وحنا ركب كرايون أركين دنت وجود بأول أركين مدنا وأنا عدم سؤال يكسو أو كلام مذا وعرض قرين لكن فكرة قرن كسو لا ديدن كورا مذا هو كورا قارة هو هذا دركا قام بدن أو كحرد بدن أو أدور يا فريد اللي أبي تنتج تقول يا كل بس كمود يا يس وخل خليه قرار نمو أن نصر مدنا وانين دمع سياسات ذي وقراسي كلاوية هاي وحوال وقرن كتلا وحد دو مهورت أنقار أن وحدون يعنك أن نقر صدح ذا موان يدو عن اسمو دلي نايو وحنان يوار مرك الخوري وحياله الدستور كو قراني ايدان تاينو أو نور محاكمة قرن كسوملاد اندفاع اسنوسي إن ذلك لو ذريه إن مواد كريه هاي واجبات حقوق يسوليه هاي يو واجبات تقرؤيه تستركون نوع الله وأنا كائن بدعية دين الإسلام كموي يعني وحكمه كم إذا قضى بلا وتابتان وحكم إذا قرك السؤال لا تكن غشري سؤال وتابتان عضين ذات كمودنا موي يعني بارلماننا موي كرو مدحورين مقل كرو وحكم إذا دين الإسلام إنا سلطة شرور الله هاي madaxweynaha bedeli karo golayaal ma bedeli karaan qaran kood dhanba arintaas u wareysa walaal waxa kamid ah dhamaan intay Soomaaliya jirtay intii qaranimadeedu u soo halgantay
وحوغاشي لغرضه مسكح قران اف وحيو صورتي اما كنت ارانا هرمي ديستوريا صوتي هل جاكي هبلاي هل جاكي هبلاي هل ويغضب بسكي اسرع وحايا ممنوع عطات كنفتو وصوري وصوري وموضوع ايدا كبيره شوغا امانت اسرع تبدو بسكي إن قفدك شو قال هذا ما رأيت الله حسيا أنا أقول كان حادنا هذا معيسه وحكم هذا أسر من قارنه وحنو ما ترتو أول من عاد تدويتو كمان تلو حق شو ما أنت برادو في قال قبل هذا يا تستور كي ممنوع كت مركب وحيا رها إنه الله إله شاء الله وفر قرضي هذا ما ترتا معيسا وحنو واجي waa fariirka ugu dareeya wax walba in meel dhigaan horta nabada ku keenaha hadii tartanka xisbiyadu uu xeelo inoo leeyahay oo qaranka khalkhal gelinayo yaa qabanaya waxa qabanaya acyaanta dalka oo aan maanta erayga wadahay inta halka fadhiya ku kala markay filmadu dhacaysaa marka horaa la qabtaa markay soo bilaabays ما أنت أورلاه البشر وحيارا بدن وشرع لك وقفة دين لك وقفة أخلاق لك وقفة أيك صار أنت وانو يا سبطك يا أنت هو جامن يسد دور شويك أو يا أي كم غطاء أخلاق ذو ويلو أدتك يا دلك يا دين تبغى درين صار إن أنت تبغى أيك وقرا هذا الجرو وينك أيك جرو وين أنا إذا كنت لهلا هوي جوكسو وايو تعيان من المسؤولين تاسرة وتعتكم سوى جديد هايو هي حزبية دابا تصالة برعشرة أخرية مقر عضي عدي برود هدى عد عقل حر حيد وايو كالي إنو أرنتها كل كلامك عاد كل غابه وايو انت تفتم إني نوري إبا إنو وري وطاقبنا الحين حليل إلي ودومية حزبي وزير كريمة أبوها مجاهد إمبرع قاري سيوتي يكوي دبس بعد الشيء ده يلا داره ألا مرة أو قاري سنة مرة يخبر عام تقد في ليه وحيه رجع هذا شو هو يرجع مرة كوارث هذا هو تاسع تاهلي وحيه سجى تاجر سنة فرق كلام كسي درم بفريرو ودومية كلام برش حزبي سوي لي لعنة مجال كساره أريما أي كاس وأنا نسولون ونقول خلقنا إلى أن تيسير كجاريو ودور دمبر دور دديم لوجو الأسبوع سير مفكرة دورته وحكم عطينا يا شعب كسومار إلى يلك تغير يا شعب سياسيين تترتك وضه إن آد يا آد الوقف توح كستو أبو الكلام في المرة اللي نخلعه محمد سعيد دابشيل oo ah ninka ugu taajirsan bulshada Soomaaliyeed aan milkiilaha shirkadda caanka ah ee Dabshiil ayaa taageero buuxda u muujiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi محمد سعيد دابشيل wuxuu hadalka ka jeediyay munaasabad lagu xusaayay sanad guurada 70aad ee kasoo wareegtay aasaaska lacagta Soomaaliland shilin iyo banka dhexe ee Soomaaliland محمد سعيد دابشيل oo si weyn u bogaadiyay horumarka uu wadanka ugu talaabsaday isagoo sheegay in madaxweynaha Bihi qayb ka yahay horumarkaasi isagoo cadeeyay inuu ka shaqeyn doono sidii dib loogu doorn lahaa madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi maalqabeen محمد سعيد دابشيل wuxuu tilmaamay in Soomaaliland u baahan tahay hoggaamiye go'aan adag leh oo si amba qaada horumarka dalka uuna yahay kaasi madaxweynaha Bihi wuxuu sheegay inaysan diyaar u ahayn hoggaamiye cusub oo xilligan hadda la keeno isoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in madaxweyne Bihi uu sii wado shaqada uu hayo bulshada Soomaaliland hadalka maxamed saciid dabsheel ayaa ah mid si cad u muujinaya kalsoonida uu ku qabo hoggaamiyaha madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxana uu yiri madaxweyne anagu waxaanu leenahay waxaan jecel lahay nin baa laga sheegay nin oday reer miyi oo xaggayagaas bariga ayaa nin sheekh uga sheekeeyay aakhiro iyo nimcada taalle iyo jannada la helo sidoo uu eegayay ayuu odayga reer miyi wuxuu yiri war sheekh anuu taydana la bartay halkay halkaygan ma lay deynaya marka anagu waxaan leenahay war anagu adaan kula baranay
runtii umaran muslimiin iyo bar walba adaan ku baranay marka waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad loo joogtid oo qof isbitaagu ma hayno oo aan u ka bilowno adigaan kula soo jabnay adaan ku naqaana adaan ku baranay marka taana waxaan kugu ducaynaynaa oo kugu garab siinaynaa joogtaankaaga taasina waa taa oo waa ku rajaynaynaa hadalka maqabeen maxamed saciid abshiil ayaa muujinaya taageerada xoogan ee uu hayo hoggaamiyaha madaxweyne muuse bihi cabdi iyo sida uga go'an tahay inuu garab istaago sidii uu madaxweyne muuse bihi cabdi mar kale u guuleysan lahaa Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ula soo degay qalabka iyo kombiyuutarada lagu hirgelin doono nidaamka casriga ah ee hubinta codbixiyayaasha kaasi oo loo yaqaan biometric voter verification system nidaamka cusub ayaa ah mid ka caawin doona inay si hufan oo sax ah loo xaqiijiyo codbixinta isagoo hoos u dhigi doona khaladaadka iyo musuqmaasuqa ku saabsan diiwaangelinta codbixiyayaasha qalabka la soo dejiyay ayaa ka kooban kombiyuutar casri ah iyo agabyo laga maarmaan ah kuwaas oo loo adeegsan doono in lagu hubiyo sawirada booda isha iyo faraha codbixiyayaasha si loo xaqiijiyo in qof walba uu hal mar oo kaliya codkiisa dhiibtay nidaamkan horumarsan ayaa sidoo kale ka hortagi doona isku day kasta oo ah in lagu musmaasuqo codad ama la istamarin lagu sameeyo goobaha doorashada komishaneer xuseen cabdi cali bitaan oo u hadlayay komishanka doorashooyinka soomaaliland ayaa sharaxay qalabkan waana kan hadalkiisii maanta waxaan joognaa gegada caalamiga ah ee Egal International Report komishankii doorashooyinka iyo dhammaan gudidii howlgelinta ee Task Force-ka ururada iyo xisbiyada qaranka waxaan u joognaa inaan gudoono oo aan la wareegno qalabkii nidaamkii hubinta codbixiyayaasha ee BVFS-ka oo hore komishanka iyo ururada iyo asxaabtu iskula qaateen in laga fuliyo lixda caasimad gobol isla markaana hore loogu soo qabtay laba tijaabo oo gobollada dalka iyo caasimadaba laga qabtay taa markii lagu guuleystay qalabka waxaan u soo marinay dhowr hanaan oo lagu saxayo oo lagu hubinayo quality-ga qalabka marka koobaad shirkadaha tartansiinay waxay ahaayeen shirkadaha loo yaqaan Authorized Dealers marka koobaad waxaan u sameynay khabiir baan u kala tashanay habka loo sameynayo procurement-ka wuxuu noo soo jeediyay saddex shirkadood oo dhal HB iyo mid saddexaad marka la eegay suuqa iyo sida looga helay suuqa caalamka intaas oo kombiyuutar oo wada socda waxaanu la xidhinay authorized dealers-ka shirkadaha haysta warqada aqoonsiga ee shirkadda HB kuwaasaan tartansiinay iyagaanu kala saarnay marka koobaad saasaanu ku dooranay oo shirkad ka haysata shahaado rasmi ah inay iibiso ayaanu ku dooranay marka labaad waxaanu sameynay laba check-in waxa la diray saddex commissioner oo gudida doorashooyinka ka mid ah marka labaad waxaa la diray gudi technical ah oo soo hubiya computer kasta waa la furay waa la hubiyay waana la soo tijaabiyay duuba lagu soo tijaabiyay hanaankaas aanu marinay sida markii aanu sameynay maanta waxa weeyaan maanta waa oo ay taariikhdu bishu tahay 17kii October oo ku beegan maalintii uu geeriyooday mujaahidkii weynaa ee Maxamed Haashi Lixle ayaynu la wareegaynaa marka ma sidaad raawo waxa ku jirtay lixle damacyadiisi lixlada damacyadiisa waxaa ka mid ah Soomaaliland oo hirgasha oo dal noqota oo doorasho qabsata maanta inaguna nidaamka waxaan ku soo kordhinay integrity-ga doorashooyinka bal inaynu hal mar istab si adkayno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada dhammaantiin waad mahadsantihiin daawadayaal warar iyo xogo wixii waqtiga dhidhaanay intanay ku eegihiin waad ku mahadsantihiin daawashada iyo ku xidhnaanta xogta qarsoon.